أحد المراحل الهامة بتقييم الدراسات هو النظر إلى تصميم الدراسة. مثل ما بنعرف الدراسات في إلها أنواع متعددة، كل نوع من هذه الدراسات له ميزات، له إيجابيات وله سلبيات، وله إمكانيات محددة للإجابة عن أسئلة محددة. بنرجع للعام 1950، هنفترض نحن رجعنا بالزمن، بهذاك الوقت عم نشوف حالات كتير من سرطان الرئة، فبدنا نعرف ليش عم يزيد هذا السرطان. فمنجيب مجموعتين من الناس، في أحد الناس، أحد الأطباء افترض أنه التدخين هو السبب. طبعا الافتراض هذا ما وصل له بهالسهولة، مرق بعدة مراحل، بس نحن عندنا هلأ فرضية بدنا نختبرها، أنه هل التدخين فعلا بيزيد من نسبة حدوث سرطان الرئة أو لا. فمنجيب مجموعتين مدخنين، ألف مثلا، ألف مدخن وألف غير مدخن، ومنراقبهم على مدى 5 سنوات أو 10 سنوات. بعد ما يمضى هذا الزمن منقارن النسبة اللي صار معهم سرطان رئة بالمجموعة الأولى مع المجموعة الثانية. بيطلع مثلا نسبة اللي صار عندهم بالمجموعة المدخنين أعلى من نسبة اللي صار عندهم سرطان رئة بمجموعة غير المدخنين، وبالتالي بنستنتج أنه في علاقة بين التدخين وسرطان الرئة. هل هي علاقة سببية ولا هي علاقة ترابطية؟ هذا الحكي ممكن يكون موضوع لدردشة لاحقا إن شاء الله. بس من خلال هاي الدراسة اللي هي أنا فقط عم راقب، عرفت انه في علاقه بين التدخين وبين سرطان الرئه. بالمقابل لو انا سالت السؤال البحثي التالي، هل الاسبرين يقي من الحوادث القلبيه الوعائيه؟ انا هون بجيب مجموعتين من الناس، مجموعتين من المرضى او الناس اللي هن بالخمسينات مثلا، عندهم تدخين، عندهم مدخنين، عندهم سكري، عندهم ضغط، مجموعتين متقاربتين متشابهتين، بحيث ما يكون في عندي ظلم بالقسمه بيناتهم. ما بصير قارن مجموعه شباب بمجموعه مسنين مثلا، مجموعه اصحاء ورياضيين بمجموعه مرضى مثلا عندهم امراض متقدمه، بقارن مجموعتين متقاربتين وعندهم عوامل الخطر نفسه. بعرض المجموعه الاولى للاسبرين، بطلب منهم يتناولوا الاسبرين بجرعه كذا، والمجموعه الثانيه ما بيكونوا عم ياخذوا اي دواء، بياخذوا البلاسيبو، بعطيهم دواء الموهم، يعني بعطيهم حبات دواء هي عباره عن حبات سكر على اساس انه هنا عم ياخذوا الدواء الموهم. هون أنا بقارن النتائج المجموعتين بعد فترة محددة، بكون حددتها سلفا مثلا بعد سنة، بعد شهر، بعد 5 سنوات. بقارن شو نسبة الحوادث القلبية بالمجموعة الأولى والآثار الجانبية اللي صارت عندهم، بقارنها مع المجموعة الثانية، شو صار عندهم حوادث قلبية وشو صار عندهم آثار جانبية. ومن خلالها بقدر أنا، من خلال هاي الدراسة بقدر جواب على هذا السؤال، فعلا الأسبرين يقي أو لا يقي. هل كان الفرق بيناتهم هو بالصدفة؟ هل كان الفرق بيناتهم هو بكذا وكذا؟ هي كلها تفاصيل ممكن نشوفها لاحقا او نسمعها لاحقا. شو الفارق الجوهري بين هدول تصميم هدول الدراستين، الدراسه الاولى تبع التدخين، الدراسه الاولى هي اوبزرفيشنال ترايل، دراسه رصديه، انا ما دخلت ابدا، ما في انترفينشن ابدا، انا فقط عم راقب. كونه في مجموعه شاهد وفي مجموعه مراقبه، يعني مجموعه المدخنين ومجموعه الكنترول هي غير مدخنين، صار اسمها اناليتيكال ترايل. فانا من خلال هي الدراسه انا براقب وبقدر حلل او استنتج نتائج محدده كون علاقه التدخين موجوده او لا بسرطان الرئه. بالمقابل الدراسه الثانيه انا في تداخل عم اتداخل عليه، فعلى المرضى انا عم اعطيهم دواء بنفسي، فهو الاسبرين هو الانترفينشن، فصار في عندي انترفينشن ترايل. هذه اذا وزعت المرضى بشكل عشوائي بين المجموعتين فصار اسمها راندومايزد، وكونه في كنترول فهي كنترول ترايل، فصار اسمها ار سي تي. هذا هو هدول هن الدراستين الاشيع اللي بتلاقوهم بالادب الطبي صراحه. هن ممكن الطبيب السري اللي ما بده يتعمق بالابحاث لازم يكون متقن لهدول النوعين من الدراسات. اذا اتقناهم ممكن من خلاله ننتقل للانواع الثانيه بالمقارنه، نفهم كل نوع مثلا شو بيشبه هي الدراسه او بيختلف عنها، وبالتالي نقدر نحيط بكل انواع الدراسات لاحقا بالفيديوهات اللاحقه. الفرق الأساسي والجوهري بين الدراستين هذول اللي حكينا عنهم، أنه بالدراسة التدخين نحن ما لنا علاقة بالتداخل، مو نحن اللي فرضنا على الناس تدخن، هن أصلا مدخنين. بالمقابل بمجموعة الانترفينشن، مجموعة الأسبرين، نحن تداخلنا بنفسنا وعطينا الأسبرين للمرضى، وهذا هو التداخل. دراسات الانترفينشن أو دراسات الار سي تي انترفينشن ما بتخلق من فراغ، بيكون سابقة دراسات كتير فيزيولوجية ودوائية وتجريبية على الحيوانات قبل و وكل هالدراسات تكون سابقة لحتى نوصل لحتى نقول بدنا نختبر هالفرضية أو لا. فدراسات الأسبرين سبقها دراسات observation، راقبنا مجموعة مرضى عم ياخذوا أسبرين وشفنا أن نسبة الاحتشاءات عندهم أقل من النسبة المعتبرة عند الكنترول أو عند المجتمع بشكل عام. هذا هو، خلينا نقول هي مراجعة سريعة، أو خلينا نقول مراجعة سريعة لنمطين الدراسات.
انا بتوقع من الزملاء اللي عم يتابعوا بهالمرحله يبداوا يرجعوا بنفسهم للمراجع المعتبره لحتى يتاكدوا انه كلامي صح او غلط. نحن عم نحكي ريسيرش اصلا، فلازم تدققوا، لازم تقراوا من المراجع، تقراوا من كتب بالعربي بالانجليزي، في برزنتيشن، في باوربوينت، في فيديوهات على اليوتيوب، ممكن رشح لاحقا بعضها. اظن ان شاء الله صار لازم نبدا بقى تسمعوا مني وتقراوا وتكتبوا بالتعليقات اذا كان في اي اضافات على الكلام اللي حكيته. السلام عليكم.